كلكم طلبتونا بتصريحات توا نهارين، لكن للأسف احنا ما كناش في معنى وضعية انه نجموا نجاوبوكم، لانه حبينا قبل كل شيء مجلس الهيئة يلتئم ويشوف شنية على ضوء التطورات شنية الشيء اللي يلزم المجلس والهيئة تقوم بها. قبل كل شيء نحب نقول اللي مجلس الهيئة يعتبر اللي أهم تحدي اليوم مطروح أمام المجتمع التونسي هو إخراج العدالة الانتقالية ومسار العدالة الانتقالية من التجاذبات السياسية ووضعها في إطارها اللي هو الإطار استحقاق وطني وشعبي، استحقاق ثورة، استحقاق دستور والتزام دولة. هذا للأسف في الجدل اللي صار في الأيام الماضية مظهرش، وبعض وسائل الإعلام قدمت الجدل كأنه هو جدل على أشخاص أو على مؤسسات. الجدل هو يهم المسار برمته وب يعني يهم الانتقال الديمقراطي بيدو. بربي الأخوة اللي لهين بالكونسول يهبطوا شوية، راو الصوت اللي غرسان، شوفوا لي نقص يا أستاذ. الهيئة في مرحلة متقدمة من أعمالها، تعرفوا الناس اللي يعرفوا شوية الفلاحة، ثم الحرث، ثم الزرع، ثم التنظيف من الأعشاب الطفيلية، ثم الحصاد قبل الحصاد لزنغري الغبار، وبعد نستناو المطر، وبعد فما الربيع اللي السبولة تبدأ تطلع، وبعد يجي سيف والحصاد وقته يجي. الهيئة نجم نقولوا هي توا في مرحلة الربيع، يعني السبولة طلعت وقاعدة تنضج، لكن للأسف فما شكون يحبونا نحصدوا هي خضرة. الحصاد ما يجيش والسبولة خضرة ما يجيش، واللي يحب نحصدوا وهي خضرة هو يحب يجهض على هالحصاد هذي، هو يحب يجهض المسار ويحب يجعل أنه هالنتائج والمخرجات نتاع مهام الهيئة أنه ما نلقوهاش. الهيئة هي هيئة مدسترة، مدسترة دي ما يعودون لكم مش هيئة دستورية، لا هيئة دستورية، لكن ما تنجمش تكون ضمن الفصل اللي يحكي على الهيئات الدستورية الدائمة، لأنها غير دائمة، وما تنجمش العدالة الانتقالية تكون دائمة بطبيعتها، يلزمها تكون انتقالية وتكون فقط يعني تتوجد في المرحلة الانتقالية، وإحنا في إن شاء الله في المرحلة الأخيرة متاع الانتقالية. الهيئة أنجزت الكثير وبفضل الجميع، مش فقط بفضل أعضاء مفوضين بتاع الهيئة أو بفضل الموظفين بتاع الهيئة اللي هم قاموا بجهود كبيرة، لكن أيضا بفضل المجتمع المدني اللي عاوننا بوثائق بأفكار بمقترحات وبالعديد من يعني الانسجام مع هذا المسار اللي خلى هذا المسار ماهوش مسار الهيئة، ماهوش مسار الهيئة القيادية متاع الهيئة، ولا هو مسار حزب ما أو جمعية ما، هو مسار مجتمع بأكمله، والمجتمع بأكمله شفناه في الأيام الأخيرة خلال اليومين اللي صار جدل في قبة مجلس نواب الشعب، أنه هذا الشعب كان يشهد، كان يعاين، وكان يشوف أيضا الخروج من السكة من بعض الناس اللي عندها نية صريحة في إجهاض المسار. احنا نقول لهم ما هوش سهل إجهاض المسار، ما هوش سهل خاطر ثم شعب كامل قاعد يسار عليه،
وثم أغلبية متاع شعب تحبوا هالمسار هذي. الهيئة قامت بدراسة ميدانية بالتعاون مع المعهد الإحصاء الوطني، يعني استخدمنا عينة متاع معهد الإحصاء اللي هي عينة متاع التوانسة الكل، والتوانسة يحبوا المسار، أغلبية متاع التوانسة يحبوا هالمسار، أغلبية التوانسة طالبين من الهيئة والكذارات ومن الهيئة أولا وبالذات كشف الحقيقة، ثانيا مساءلة المنسوب إليهم الانتهاك اللي أجرموا في حق هذا الشعب، ثم جبر الضرر للضحايا اللي يعتبروه حاجة ضرورية لمعالجة جروح الماضي، ماضي انتهاكات حقوق الإنسان طيلة 58 سنة، اللي هي الهيئة مطالبة بمعالجة هذا الماضي بطرق السلمية، ويحبوا يلزونا للعنف والتناحر. احنا نقول لهم لا، الشعب اختار الطريقة السلمية لمعالجة ماضي الانتهاكات، واختار الطريقة السلمية للقيام بمساءلة لمن أجرم في حق هذا الشعب. بلا كنا مجتمعين وزملائي أكدوا على حاجة وأنا باش نعودها على لسانهم، رأي مهمة معالجة هالكم الهائل من جروح بلاد طيلة 58 سنة لم يوكل لأي مؤسسة متاع دولة، إن كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، ولم يوكل لأي حزب ولأي جمعية ولأي جهة كانت، إن كانت تونسية ولا أممية، معالجة هذا الحجم الهائل من الجراح، الألام، الانتهاكات، القتل، التعذيب، الاغتصاب، وكل هذه المسائل التي رافقت الدولة التونسية وقاموا بها موظفين باسم الدولة. واليوم آن الأوان أن الدولة تعتذر لمن أساءت لهم وترد لهم اعتبارهم، وبالطريقة هذه توصل إلى الصلح والمصالحة الوطنية اللي تخلينا نرجع شعب واحد باللي غلط واللي ما غلطش مثالش، لكن على الأقل يعترفوا، على الأقل يعترفوا ويطلبوا السماح والاعتذار، هذا واجب محمول عليهم، مش اختيار. واللي ما يحبش ثم قضاء متخصص بدينا نحيلوا لهم الشكاوي هذه، أحلنا 14 منسوب إليه الانتهاك الذي رفض الاعتذار. احنا وقت اللي يقبلوا الاعتذار ثم معالجة أخرى تصير، لكن وقت اللي يرفضوا وينكروا الأعمال والانتهاكات المنسوبة إليهم واللي عنا حجج عليها، هذاك ما عناش خيار آخر إلا إحالتهم على القضاء. اللي الأشخاص اللي وقع إحالتهم هم 14 شخص في جابس، وفي الأيام القليلة القادمة ستحال عشرات أخرى من الأشخاص الذين أذنبوا في حق هذا الشعب على القضاء أيضا، وهذا ما كانش خيارنا احنا، كان خيارهم هما، لانهم مقتلي استدعيناهم ووحدات التحقيق استدعاتهم، اما جاوا ونكروا ولا ثم حتى ما جاوش، واللي ما جاش تعرفوا القانون شي يقول، فما تتبع قضائي واحنا سنقوم بكل هذه الاجراءات. يقال على الهيئة التي اوكل لها القانون والدستور مهمة معالجة هذا الارث من الانتهاكات بالطرق السلمية كما قلت، قيل أنها ما عملت حتى شيء. سمعناها كل يعني اللبانة الهيئة ما عملت شيء. به أنا باش نطولش برشا عليكم، باش نقول لكم شوية مش الشيء اللي عملت شوي، مش الكل، الكل باش تلقاوه في تقريرنا النهائي اللي ما هوش باش يبطى عليكم بإذن الله. الهيئة سجلت 62711 ملف شكوى تاع انتهاكات. التسجيل ما هوش عملية سهلة، مش ماكينة تسجلها، ثم إجراءات وثم مكاتب وثم وحدات متنقلة تمشي المواطنين وتاخذ من عندهم شكاويهم وإثباتاتهم وما يدعم شكاويهم. قامت الهيئة باستماع 49070
ضحية، وهذا إنجاز تونسي نفتخر به كلنا، مش إنجاز متاع الهيئة، هو إنجاز متاع تونس. ثم حتى لجنة حقيقة في العالم قامت بسماع أكثر من 10,000، الهيئة سمعت قرابة 50,000 سماع. تعرفوا اللي هو عملية مؤلمة أولا وبالذات للضحية اللي باش تجي تحير جروحها وتشهد، تشهد للتاريخ، تحفظ الذاكرة. والضحايا اللي شهدوا قالوا للهيئة رانا نشهدوا للتاريخ، اللي صار علينا ما هوش باش يتفسخ بجرة قلم. فمش قوم تفسخ الآلام وتكسير وتخفيص الكرامة للمواطن اللي حدث تيلة هال 58 سنة، فما حتى شيء يرجع شباب الناس ويرجع لهم كرامتهم ويرجع لهم حياتهم ولا حياة ذويهم اللي فقدوهم. أما ثم حاجة اسمها استرجاع الكرامة، هذه تصير والدولة عليها أن تقوم بذلك، والدولة خذت على نفسها التزام بالقيام بذلك بإحداث هيئة الحقيقة والكرامة وباختيار مسار العدالة الانتقالية الذي لم يقف مع إنهاء أعمال الهيئة، بل إنهاء أعمال الهيئة باش يكون نقطة انطلاق لتنفيذ برنامج كامل لجبر الضرر للضحايا، لإعادة كتابة التاريخ اللي هو زيفوه كما حبوا، لإصلاح المؤسسات من أجل ضمان عدم التكرار. وهذا عهدة خذاها الشعب التونسي عن طريق مجلسه التأسيسي، عن طريق دستوره، عن طريق التزام الدولة أنه يحقق ذلك. قامت الهيئة ب 13 جلسة استماع علنية، 93 شاهد شهد خلال هذه الجلسات، وكانت بمثابة الصدمة للمجتمع أنه اكتشف حجم الانتهاكات اللي كانت شوية مقبورة مغمورة، لأنه الحكومات المتتالية منذ الاستقلال عمدت على غبر الحقيقة وحجبها. الحقيقة توجع لكن فيها دواء المجتمع، هي الآلية اللي باش تخلي هالمجتمع يقبل ببعضه ويسامح بعضه ويطوي الصفحة بعد المسائلة، وليس بالإفلات من العقاب، لأن الإفلات من العقاب هو يضمن استمرار الاستبداد ويضمن المظالم ويضمن الأحقاد ويضمن الكراهية التي تنجم تستشرى في البلاد. قيل على الهيئة أنها تقسم في الشعب، ذي يذكرونا من ناس من عهد بن علي اللي كان يعيب على الجمعيات الحقوقية أنها تكشف الحقائق، وكان يعتبر الجريمة ليس القيام بالجريمة ذاتها بالقتل والتعذيب و بل الجريمة هو فضح الجريمة. هالناس هذوما اللي تقولنا تقسموا، احنا شعملنا وريناهم اللي رانا ورثنا مجتمع مقسم، راي شروخات كبيرة في مجتمعنا بين شمال وجنوب وشرق وغرب وطبقات وفئات ومجتمع ممزق. والعدالة الانتقالية هي الآلية اللي باش تضم الجراح وتلم هذا الشعب وتكسر هالانقسامات وتجعل أنه ثم حقيقة وحدة وطنية مبنية على احترام كرامة المواطن، احترام حريته، ودولة تسهر على ذلك وتضمن هذه الحريات. قامت أيضا الهيئة بالقيام ب 4883 قرار تاع عناية فورية بمبلغ 2861 ألف دينار. زوز مليون دينار فاصل 800. قامت بمسح الانتهاكات، وعلى إثر مسح الانتهاكات يعني حددت استراتيجية متاع معالجة هذه الانتهاكات، واختارت 18 وحدة تحقيق اللي خدموا تلت سنوات، واليوم هما بصدد يعني مد
المجلس الهيئة بمخرجات أعمالهم، وإن شاء الله مش تتراو نتائج أعمالهم اللي قالوا ما عملوا حتى شيء. أيضا قامت الهيئة بمسح الخارطة الأرشيفية الداخلية والخارجية، لأنه هالناس اللي تعطينا في الدروس في الأرشيف وفي التاريخ عمرنا ما سمعناهم نشروا هاي اش تكسب تونس في تونس، وهاو اش تكسب الأرز اللي تم تونس خارج تونس، مالينا همش عملوا هذي. هذه قامت به الهيئة، والهيئة لا هي مؤرخ ولا هي محافظ أرشيفات، هي خدمتها أن تستند على الحقائق اللي موجودة من أجل إنارة السبيل متاع الشعب التونسي، لأن الحقيقة واجب محمول على الدولة تجاه المواطن. وتعرفوا اليوم 24 مارس هو يوم عالمي للحق في معرفة الحقيقة، لأنه معرفة الحقيقة هي أول حق أساسي للمواطن في أي بلد كان. قامت الهيئة بإصدار 3 قرارات تحكيمية نهائية، واخذت الصبغة النهائية وتوا منشورة في المحاكم كقرارات نهائية. أحالت الهيئة قضية فيها 14 محال كما قلت قبيلة على الدوائر القضائية المتخصصة اللي بدأت تشتغل في بداية مارس، وانطلقت الهيئة في إحالة هذه الملفات في بداية مارس. الهيئة في الأسبوع هذايا عندها ورشات تهم مسح الإصلاحات التي حدثت في المجتمع، لأنه احنا ما نبنيوش من عدم، احنا نبنيو على أساس الشيء اللي توجد، وعلى أساس هالمسح هذايا باش نقولوا شنو اللي مازال لازمنا نعملوه، وينها الآليات اللي تخلي النجم نصلحوا هذه الدولة. في التحكيم والمصالحة، والله ما نحبش ياسر نطول عليكم، لكن نجم نصور هالكم هذه الأرقام الكل، أنه نعطيكم مثلا هناك 21,000 ملف يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان عرضت بطلب من أصحابها بطلب من الضحايا على المكلف العام لنزاعات الدولة، وتم أغلبها الأغلبية الساحقة تم وزارة الداخلية، وتم انتهاكات حقوق الإنسان عرضت على الصلح، ضحايا طالبين الصلح من جلديهم. سي خالد رافض وزير ملك الدولة التعاطي مع هذه الملفات بجرة قلب، قالك احنا كل ما الدولة طلبوها باش تعمل جبر ضرر من اي مستوى كان احنا راضي ما نجبروش ضرر، لان وزارة ملك الدولة غير معنية بالالتزام الدستور اللي يقول تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها الزمنية المحددة لها، هو غير معنى. والله ما نحبش نطول عليكم في التفاصيل، نجم نصورها ونعطيها لكم، يعني قداش تم رفض، قداش تم معالجة ملفات فساد. تعرفوا اللي التجربة التونسية هي أول تجربة في العالم اللي عملت ربط ما بين انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الفساد المالي، لأنه ثم ربط، لأنه الفساد المالي دائما هو الخلفية اللي على أساسه تنبني انتهاكات حقوق الإنسان. وقت اللي نجي نسائل باش ناخذ زوز أحداث، مش باش نحكي حتى الأحداث الكل اللي صارت في هالبلاد من منذ الاستقلال، نجيو مثلا الاستدامة ما بين النقابة يعني الاتحاد العام التونسي للشغل والدولة المركزية والحكومة في 78، شنو خلف 26 جانفي، شنو خلفيتها؟ أزمة اقتصادية، على جيت لازم تقصد رموش هكي حكت راسها الدولة قالت لي ما نحبش نعطيكم الزيادات، ما عندهاش. علاش ما عندهاش؟ تجي تبحث اش تلقى، تلقاها هي مورطة للعنكوش في الديون وفي التزامات البنك الدولي والصندوق النقد الدولي وفي معناها عقود ليونا، كيفاش تقول ليونا، يعني مجحفة في حق الشعب التونسي مع الاستعمار الفرنسي اللي قعدنا مخلفات ونكركروا فيها طيلة هالمدة هذه. إذن الربط حدث الخبز نفس الشيء، الربط ما بين الانتهاكات حقوق الإنسان اللي تصير عندها خلفية اقتصادية، والاقتصاد عنده علاقة بالفساد وعنده علاقة أيضا بالحوكمة الرشيدة والتصرف الرشيد في موارد هذا البلاد.
هذه البلاد عفوا. جبر الضرر قمنا باستشارة وطنية وعلى أثرها دامت 6 أشهر، على أثرها الهيئة عندها توا تصور وقرار نتاع برنامج شامل لجبر الضرر. مش باش نزيد نطول على حفظ الذاكرة وش عملنا في المرأة وفي المجالات اللي تم عمل الهيئة. الهيئة خدمت، والهيئة توا بصدد استكمال أعمالها. يجيو يقولون لا ما تكملوش، شكون يحبنا ساعة ما نكملوش؟ شكون اللي يعطى نفسه الوصاية على الشعب التونسي باش يجهض أعمال العدالة الانتقالية اللي هي آمال هذا الشعب وعيون وآمال حتى الشعوب اللي مجاورتنا والمنظومة الأممية الكل تغزر لنا بعين كبيرة؟ علاش؟ خاطر اخترنا هذا المسار لمعالجة الماضي بشكل سليم. لا الكل تبطلها، لكن بطلها شنو بديلكم عليها؟ أنكم الجلادين يفلتوا من العقاب واللي أفسدوا اقتصاد البلاد واللي نهبوه وهربوا للسعودية وما ليهم تحن عليهم وتو يحبوا يرجعوا لنا هالمنظومة اللي هربت وهربت فلوس البلاد. هذا كل يحبونا احنا نرجعوا لك المربع هذاك. احنا شو نقولوا له؟ هذا الشعب لن يسمح لأي كان ان معناها يكون وصية عليه. هذا الشعب سيحمي مساره الانتقالي إلى الديمقراطية. هذا شعب اختار الديمقراطية واختار دستور لتأسيس هذه الديمقراطية. احنا نقول لكم حاجة برك، الهيئة ملتزمة بالقانون وستطبق القانون وقاعدة تطبق بالقانون، غيرها ما هوش قاعد يطبق بالقانون من مؤسسات الدولة. وشكرا لكم. ثم سؤال أول على استكمال المسار. الهيئة ملزمة بالقانون أنها تستكمل المسار. الهيئة ملزمة بالقانون أنها ترجع حقوق الضحايا بالمفهوم أنه تجبر ضررهم المادي والمعنوي وتصدر برنامج شامل لجبر الضرر. الهيئة ملزمة بالقانون أنها تكشف الحقائق ثم تسائل من هما مسؤولين على هذه الانتهاكات، تحيل ما يمكن إحالته على القضاء المتخصص، وتقترح الإصلاحات التي تضمن عدم التكرار. احنا نقول لكم ان مجلس الهيئة مصر على القيام بكل هذه المهام مهما كان جسمتها، وستقوم الهيئة بكل ذلك، وسترون في تقرير النهائي متاع الهيئة جميع هالمحاور اللي احنا ملزمين بها بالقانون. التمديد تعرفوا الكل، تعرفوا الكل اللي الهيئة خذت قرار تمديد. علاش خذت القرار تمديد؟ لأنها واجهت العديد من العراقيل من أجهزة الدولة التي كانت ملزمة بالدستور والقانون بالتعاون معها وتسهيل أعمالها. احنا في بداية مسار ديمقراطي واحنا قاعدين نرسيه في مؤسسات الدولة الديمقراطية واحنا قاعدين نتعلموا فيها الديمقراطية، ويحدث ما يحدث في مثل هذه الفترات الانتقالية انه بعض من الادارات ومن مؤسسات الدولة تمتنع على تطبيق القانون. وهذا ما حدث، هذا ما حدث، الامتناع على تطبيق القانون من وزارات، من رئاسة حكومة، من مجلس نواب الشعب، من المحاكم، العديد امتنعوا. لكن زاد الحاجة الباهية أنه ثم العديد ما امتنعوش وسهلوا أعمال الهيئة، وتمكنت الهيئة من نفاذ إلى العديد من المصادر مهمة لكشف الحقيقة، وخاصة التثبت من
هذه المعطيات التي تمكن الهيئة من التثبت من الأحداث اللي ترويها الضحايا، والضحية عندها الحق باش تروي روايتها كما هي تراها، وأنه حتى حد ما ماهيش ملزومة بالحقيقة الضحية، اللي ملزومة بالحقيقة هي الهيئة. والحمد لله لجنة البحث والتقصي تمكنت من العديد من المعطيات، وعالجت وتقصات في 52,864 ملف. نعود لكم الرقم، 52,864 ملف إلى يومنا هذا تقصت فيهم لجنة البحث والتقصي. نتائج هذه قاعدة تخرج، وبإذن الله باش تواصل تخرج. إذن لهذه الأسباب قرر مجلس الهيئة التمديد، ودعية الهيئة من البرلمان أنها تفسر التعليل، لأنه القانون يلزم الهيئة بالتعليل في أخذ هذا القرار، وهو قرار من صلاحية المطلقة للهيئة، وأكد ذلك المحكمة الإدارية، قالت صلاحية التمديد من صلاحة الهيئة بصريح العبارة. اللي صار هو أنه الجلسة اللي جينا باش نعملوا فيها تقديم للبرلمان التعليل ونفسروا لهم علاش وممكن ندخلوا أكثر في تفاصيل في التعليل، وضعت جانبا مسألة التعليل، وبداوا يناقشوا المسار من أصله، ما نكشفوش الحقيقة، نعملوا إفلات من العقاب، ما نحبوش هالتاريخ هذايا تجبدوهونا، ما نحبوش نعرفوا الرواية التاريخية متاع التاريخ وليس السردية الرسمية إلى آخره. كلكم شعب تونسي كان شاهد لما حدث، بعض الخطابات كانت خطابات كراهية مفرطة لا تليق بمؤسسة تشريعية، لكن هي دلالة على احنا ما زلنا في المراحل الأولى من بناء الديمقراطية، ورب ذارة نافعة، لأنه هذا الجدل سيولد شيء جديد. الشيء الجديد هو تثبيت الآليات القانونية والإجراءات القانونية لأعمال المجلس التشريعي اللي يسيره أنه يحيد. احنا رينا في نفس الأسبوع إجهاض لإحداث المحكمة الدستورية اللي هي أهم ركيزة من ركائز الدولة الديمقراطية، وملزمة بأجال محددة بالدستور أن تحدث ولم تحدث إلى حد الآن، وهذا إخلال. مش على خاطر المجلس التشريعي يعمل إخلالات هو ما عادش مجلس تشريعي، هو مجلس تشريعي وإحنا نعتبروه مؤسسة أساسية في إدارة الشأن العام في موضوع التشريع، ومؤسسة الدولة الحديثة الديمقراطية، وتصير تعثرات. اليوم ثم جدل النواب بين بعضهم، عندهم جدل على قانونية أعمال هالتصويت هذا. احنا لسنا طرف في هذا الجدل، هذي نواب بين بعضهم بشي فضوه، وما قال هذا الجدل احنا سنأخذوه بعين الاعتبار حينما يفصل. الآن هو بصدد الجدل وما زال فيه جدل حول قانونية هذا التصويت، احنا لسنا طرف فيه، وحين يوقع فصل هذا الجدل سنأخذ بعين الاعتبار. في الأثناء سنطبق القانون وسنواصل في تطبيق القانون، ونؤكد أن الهيئة لن ولم تتخلى على تطبيق القانون. هذا يبشي تبدأ الأمور صريحة. تقولون أنه قمت بأعمال جبر ضرر، الهيئة لم تقم بأعمال جبر ضرر، مطالبة بالقانون بإصدار برنامج شامل لجبر الضرر، فيه تقدير الضرر الذي حصل للضحايا والجبر الضرر الذي ملزم به الدولة في التنفيذ، وهي السلطة التنفيذية للقيام بهذا الجبر الضرر. الجهة التي تقوم بهذا جبر الضرر هو صندوق الكرامة اللي هو تحت إشراف السلطة التنفيذية، وشفتم انتوما
هل الأمر هذايا اللي هو كان يعني لا يفي بالحاجة وفيه تنصل من المسؤولية متاع الدولة في ماذا حدث من انتهاكات وأهمية أن الدولة هي اللي تقوم بجبر الضرر، فيها قيمة رمزية، فيها دور اللي في عملية الصلح، وللأسف هذا الأمر لم يفي بالحاجة، وهذا رأينا. لكن دور المجتمع المدني، دور الجهات المعنية، دور الضحايا أنها تطلب تعديل هذا الأمر، وإن شاء الله نوصل لذلك في أقرب الأوقات. طلبت منا الميزانية. تعرفوا الميزانية بتاع الدولة التونسية تمشي بالسنة، ما تمشيش بالأربع شهور وبالخمسة شهور. إذن الميزانية اللي رصدت لهيئة الحاخي وكرامة تهم سنة 2018، وقت اللي أنا طلبت، مش طلبت معناها أكدت أمام مجلس نواب الشعب أنه الهيئة لن تطلب ميزانية إضافية، خاطر هي مدت بسنة، مفروض أن تطلب ميزانية. متعرفوا في شهر مي الميزانيات تتحدد وتترصد وتتناقش بالطبع في شهر نوفمبر وديسمبر في البرلمان، والهيئة ما هيش طالبة ل 2019 لأنه خذت على عاتقها أنها تستكمل أعمالها في نهاية هذه السنة وستستعمل هالميزانية التي أرصدت لها. وما قيل أنه الهيئة طلبت أكثر من حاجياتها وستتبذر في المال العام ولا بش تجيب درامنين، ذي كلام معناها فيه الكثير من الاستخفاف من مؤسسات الدولة. وإحنا نقولوا اللي الهيئة معناها طلبته واللي الدولة أرصدته لها هو بالضبط حاجياتها. ما تنساوش اللي أكثر من 85% من الميزانية اللي تصرف على الهيئة تمشي للأجور، مش للتسيير، للأجور، لأن الهيئة فيها يعني وصلت إلى قرابة 600 موظف قاعدة تنقص توا، خاطر عمالنا نقرب من نهاية عملنا احنا نقص من موظفين، وصرفت 44 مليون دينار. هذا يستكبروا خلال أربع سنوات. هذا اللي بعض ناس اعتبروا اللي هذا برشا على العدالة الانتقالية، برشا على المصالحة الوطنية، برشا على توحيد التوانسة، برشا على مدرب كورة. كيفاش؟ يخدم مدرب تاع كورة. سي خالد يقول لي يخدم مدرب كورة. و تعرفوا اللي القانون يقول اللي الهيئة معناها ميزانيتها تجي أولا من ميزانية الدولة، ويمكن لها أن تقبل بهبات على أنها تكون غير مشروطة. لكن حب أقول لكم حاجة، إلى يومنا هذا لم تطلب الهيئة أي جهة كانت، إن كانت أممية أو غيرها، أي جزء من ميزانيتها، وميزانيتها كاملة جاية من ميزانية الدولة فقط. الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي الأمم المتحدة قاعد يوفر لها خبرات وخبراء، اللي احنا وقت اللي نعملوا القوائم المالية متاعنا نحطوا قيمتهم. يعني مش تلقاو مثلا كنود ولا أو كوميساريا مقابلها أرقام في الميزانية، وذي منشور على الموقع متاعنا وفي تقريرنا سنوي. أكل المبالغ هذيك هي تقدير لهالخبرات اللي وفرتهم لنا الأمم المتحدة، وليس نقدا يعطى للهيئة. والهيئة ما خذت ولا مليم نقد من عند أي جهة كانت إلى يومنا هذا. شنو اللي خلي طلبهم به؟ مش نرجع الكلمة، نتصور جاوبت على أهم الأسئلة. الهيئة لم توجه حتى استدعاء إلى يومنا هذا إلى السيد محمد الناصر، ونهارت اللي الوحدات التقصي تكتشف اللي يلزمها توجه ستقوم بذلك. إنه وجدت شيء اليوم، ما عندنا حتى شيء أحد أمام. إذا كان وحدات التقصي ترى يوم الأيام أي شخصية في الدولة ولا في غير الدولة أنها يلزم استدعاها وسماع لشهادتها، ستقوم بذلك. اليوم مع احنا ما عندنا حتى شيء. يعني ليس لديكم ما يدين الى حد اليوم؟ احنا ما عندناش ما يدين. شوف
شوف مدام، احنا الى يومنا هذا ما وقعش استدعاء السيد محمد الناصر لسماع شهادته في اي ملف كان. هذا نجم نقوله لكم. ما زاد على ذلك انا ما نجمش نقول انه اش باش تعمل وحده التقصي، هي تقوم خدمتها وتقوم باستدعاء الجهات اللي هي ترى فيها فايده لسماع شهاداتهم. اليوم ما عندناش هذا. سامحوني باش نعاود ناخذ القائمة متاع الناس اللي باش يطلبوا الكلمة. أول نقطة أنه احنا تجاهلنا القرار وقررنا التجاوز، هذو ما سمزوز قالوها سيد متاع الأهرام وسيد متاع رياليتي. أنا من اللي بديت هالجلسة هذه وتنجم ترجع للتسجيل الكل، لم أنطق بلفظة مفادها سأتجاهل القرار أو سأتجاوز. كلمتين هذوما ما انطقتش بيهم. علاش ما انطقتش بيهم؟ خاطر مش مطروحي. أنا هو القرار اللي باش نتجاهل وأنا ساعة. اللي هو تو في جدل ثم 15 مشكلة فيها بين بعضهم هما. إيش قلنا إحنا في الهيئة؟ قلنا إحنا غير معنيين بهذا الجدل. وقت اللي يتفض هذا الجدل بين بعضهم، إحنا تنعطيكم موقفنا. إلى حد الآن ثم حاجة خرجت في الجورنال الأوفيسيال، ثم حاجة أعلمونا بها، ثم حاجة وصلتنا احنا كهيئة مفادها أي وقفوا توا أعمالكم وروحوا لدياركم. أول حاجة مش موجودة هذه، وبالتالي أنا أتجاهل ماذا؟ الهيئة تتجاهل ماذا؟ معنا من تجاهله، معنا حتى شيء وصلتنا إلى يومنا هذا. ثم صار تصويت على حاجة فيها جدل قانوني وفيها يعني كورا مش متوفر لا في فتح الجلسة، هذا هم قالوها وقالوها قدامكم وقالوها للناس الكل، وهم زال يتجادلوا مع بعضهم هم النواب. هل 65 هي أغلبية على 211؟ هل قرارات هل على 217؟ هل المجلس التشريعي عنده دور تنفيذي؟ هل من صلاحياته التنفيذ عنده صلاح تنفيذي؟ هذه كل جدل بين النواب بين بعضهم، احنا لسنا طرف فيه. هذا شيء اللي احنا قلناه وسنواصل عملنا. ما لم توصلنا حاجة رسمية مفادها اللي فما ما عدم تمديد او حاجة من هذا القبيل، واحنا قلنا انه قرار التمديد بالقانون هو من صلاحيات الهيئة. قلت ثم شنية الشخصيات اللي باش تتحال، احنا ما نحيلوش شخصيات، رانا نحيلو قائمين بانتهاكات وقائمين بجرائم ضد الانسانية فحسب، لهم شخصيات ولا مناصب. دوك احنا ما عندناش هالكاتيجوري اللي اسمها ثم شخصيات باش تتحال، عندنا قائمين بانتهاكات وجرائم ضد الإنساني، هذوما اللي قاعدين يتحالوا. وقلنا لكم اللي اختياراتنا في الإحالة دائما من قام بالجرائم ضد الإنساني أولا، ثانيا مدى تقدم الهيئة في سلسلة القيادة في المسؤولية. إذا كان وصلنا في ملف ما أن وصلنا لسلسلة القيادة عالية، هذيك هي اللي نبجلوها. اللي عنا في سلسلة القيادة حاجة بسيطة، هذيك ما نبجلوهاش. يعني ذوما اختياراتنا في الإحالات. قلتوا انتوما في مدة 4 سنوات ما تعاونوش معاكم في هالأشهر المتبقية باش يتعاونوا، لا مش هذا الموضوع. خاطر دائما السؤال اللي تطرح كينا احنا اليوم في نقطة الصفر، احنا ماناش في نقطة الصفر اليوم، احنا اليوم في نقطة 90%، واللي ناقص هو 10%. مثلا باش نعطيكم مثال كيفاش باش نكملوا نخدموا. اول حاجة اكدت منذ البداية أنه الهيئة لديها من الأدلة على أساس هذه القاعدة تحيل في موضوع كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ما يسمح لها باستخلاص نتائج متاع تقسيم متاعها. كافي اللي عنا كافي. أما شنو احنا كنا نأمل أنه نعمل الماكسيموم. إذا كان ثم شاهد أو منسوب إليه الانتهاك نوجهه له استدعاء أول ونوجهه له الاستدعاء الثاني وما يردش، كنا نصبروا عليه ونزيدوا استدعاء ثالث. توا القرار اللي خذاه مجلس الهيئة بعد استدعاء ثاني عنا فصل 66 يتطبق. هي
التقاضي نتاع الشخص اللي رافض الادلاء بشهادته، وذا بالنص دوك باش نقاضي والناس الكل اللي ما تتعاونش، وذا باش ننطلقوا فيه. وعمليه التقاضي هي باش تكون جوابنا للناس اللي ما حبش تتعامل، دوك مش خاطر هما ما حبش يتعاملوا نقعدوا مربعين يدينا ونستنى في رحمه ربي. سنقوم بالاجراءات القانونيه المنصوص عليها بالقانون العداله الانتقاليه الفصل 66. قلت لي ثم الناس عندهم حسنة وما حسنة. الفصل 40 يقول بالحرف الواحد من لإنجاز مهامها تتمتع لها بصلاحية التالية: التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع، استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته أو التحقيق معه، ولا تجوز مجابهتها بالحصانة مهما كانت. هذه الحصانة ما تقفش قدام الهيئة، دونك ما فماش حاجة اسمها حصانة. فما موضوع أثرتوه يهم المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية لا تصدر قوانين، تصدر أما أحكام ولا إجراءات تحفظية اللي يسميوها توقيف تنفيذ، هذاك استصدر. دونك وقت اللي قلت احنا نحترم القانون، احترام القانون لا يعني تطبيق شيء ما اللي هو يحمل المهام. متنا إيش نشوف شنية المحكمة الإدارية وعلاقتها مع الهيئة. الهيئة طبقت التوقيف التنفيذ، يعني الإجراءات التحفظية اللي قامت بها في البداية، خاصة في الشخص الأول اللي وقع إعفاء، ثم قامت بإجراءات وأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الإدارية وقامت بإجراءات ثانية في الإعفاء. على إثر ذلك المحكمة الإدارية عاودت نفس الإجراء التحفظي، وهو رئيس المحكمة أو ماهيش المحاكم هي اللي تصدر. وأحنا وجهنا رسالة إلى السيد رئيس الأول المحكمة الإدارية وأثرنا الواجب المحمول علينا اللي هو بالفصل 37، اللي هو يستمر رئيس الهيئة وأعضائها وأعضاؤها في أداء مهامهم طوال مدة عمل الهيئة. واجب الاستمرار. اوغش ساير به الناس هذوما اللي رجعوا فيهم ونعاودوا يعطلوا العمل، فما صار تعطيل. سالتونا بلا التعطيل اخي صار كان من برا، الا صار من داخل زادا. والمعالجه السليمه اللي منصوص عليها بالقانون في فصل 37 هي الاعفاء. علاش المشرع خفاء اليه الاعفاء؟ على خاطر يفرض على الهيئه ان تستمر في اعمالها، واللي عطلها تعفي. هذا قانون. إذا احنا التوقيف التنفيذ الثاني ما نفذناهش، ثم توقيف تنفيذ آخر نفذناه. اليوم ولا حكم تاع محكمة مصدر من محكمة الإدارية، ولا حكم واحد. في الابتداء أول جلسة ابتدائية صارت يوم 8 مارس وتأجلت ومزالوا ما نظروش فيها. أول جلسة في الحكايات الكل. إذن اللي قلنا ما كمش تطبقوا في الأحكام من المحكمة الإدارية إذا غلط، الحكم مازال ما صارش حتى يصير الحكم. كيف يصير هاتون تعاملوا معاه، وإحنا نحترموا الأحكام متاع القضاء ونحترموا القضاء. ثم حاجة اللي مهمة عبدي يأكد عليها، أنه شبي ما ثم كان الهيئة نثير أنها ما تبقتش أحكام المحكمة اللي هي ما هيش أحكام، اللي هي إجراءات تحفظية. وقت اللي وزارة الدفاع ترفض تطبيق أحكام نهائية بعد الدرجة الثالثة اللي تهم عسكريين باش يرجعوا، تقولك لا ثم استحالة. إيش بي حتى حد ما أثارها أن يقولوا بما أن وزارة الدفاع ما تبقتش إذن هي خارج القانون. وزارة العدل ما يعفاتك 88 عملوا إجراء واخذوا أحكام نهائية ابتدائي استئناف تعقيب، تبقتهم وزارة العدل
تبقتهمش اليومنا هذا ثلاثة وزارة وزارة وزراء يتعداو وما يتبقوهمش. احنا ما نقولوش باهي عدم التطبيق، لكن نجمو نفهمو اللي وزارة الدفاع عندها استحالة متاع تطبيق، انه ترجع ناس اللي عندهم مدة 20 سنة غادروا المهنة، نجمو نتفهموها. ومفروض انه يصير مراعاة المرفق العام والمصالح المصلحة العامة، لكن ذي احنا نحترموا القرارات متاع الاحكام متاع المحكمة الإدارية، وفما اشكال وهو يحتاج الاصلاح بيدو، وداخل في الاصلاحات اللي احنا بيدنا باش نقترحوها اللي هو الاصلاح اللي يهم المحكمة الإدارية اللي هي رئيسها يعين من تعريف رئيس الجمهورية، فما مشكلة متاع استقلالية. وان شاء الله في الاصلاح اللي يجيب نتاع المحكمه الاداريه يتصلح هذايا ويولي منتخب ويولي تحت اشراف المجلس الاعلى للقضاء، وما عادش تحت اشراف رئيس الجمهوريه اللي هو تنفيذ، ماهوش محكمه. ثم موضوع اثرتوه اللي تقولوا سامحوني، اي ثم انتم عينوكم وتو ما عاش حاجتهم بيكم. والله انا احنا في الهيئه ان نستغربوا كلام من هذا القبيل. مثلا انا نجم كمواطنه تونسيه نعتبر لي محمد الناصر ما يعجبنيش برشا، اي من حقي اني نجي وقلت نحيوها، من حقي نجي نكلمه وقوله تستقيله، ليس لي هذا الحق. علي أن نحترم إرادة الشعب وإرادة المجلس التشريعي، ونحترم المؤسسة اللي هو يمثلها، ونحترم هيبة الدولة في ذلك، وهو ما يمثل شخص وراه، يمثل مؤسسة تشريعية بأكملها. إش معناها هالمنطق ثقافة نتاع المؤسسات نحطوه جانبا ونجي ونتعاملوا مع هاي الحقيقة والكرامة، كأنها ماهيش مؤسسة، كأنها جمعية هي معارضة، ونجي ونقول رئيستها ما عجبتناش نحبوا نبدلوها. شكونك انت باش تبدلها ساعة؟ وهل من ثقافة المؤسسات أن نجي نطلب باش تتنحى؟ وشكون عنده القدرة باش ينحيها؟ عندهم القدرة هما باش ينحيوه؟ ما عندهم حتى قدرة. احنا منتخبين اللي تراو فيهم هذوما في الوحدة هذه كلنا منتخبين رانا من مجلس تأسيسي، ورئيس الهيئة وقع انتخابه من زملائه، زملائه الوحيدين عندهم السلطه باش ينحيوا يعوضوا بحد اخر. اي انتم عندكم وصايه عليهم وتقول لهم شكون تحطوا وشكون ما تحطوش. من جهه تقولوا يلزم استقلاليه الهيئه واستقلاليه قرارها وما تمشيوش وراء الحسابات الحزبيه، وتجينا حسابات حزبيه تفرض التاثير على قرارنا على قرار الزملاء، وقت اللي الفصل 38 يقول بصريح العباره ولا يحق لأي كان أي كان التدخل في أعمالها الهيئة أو التأثير على قراراتها. تو يحبوا يلويوا العنكوش نتاع القانون، ويحبوا يأثروا على قرار الهيئة، ويأثروا على سلطة مجلس الهيئة وعلى إرادة أعضاء الهيئة. هي شايفين ماشيين هالناس اللي يتكلموا باللغة هذية، وسمعناهم راهو نهار السبت ونهار الاثنين. احنا نقولوا هما بحاجه الى ثقافه مؤسسات، وتونس بحاجه الى ثقافه المؤسسات. احنا ما سمحناش لنفسنا رغم اللي سمعنا كلام لا يليق بالمؤسسه التشريعيه، ما سمحناش لنفسنا باش نردوا عليهم، مش احتراما في الاحقاد اللي خرجوها واللي كانت رخيصه جدا، احتراما للمؤسسه، احتراما للصفه، واحنا نحترموا دائما المؤسسه، وما نسمحوش لرواحنا باش نقولوا ذاك عجبني دخلوه وذاك ما عجبنيش خرجوه، لانه اذا كان باش نمشيو في المنطق هذايا راه ما عاد ثم حتى مؤسسه في البلاد، ما عادش ثم دوله قانون، والدوله الديمقراطيه اللي حلمنا بها وموجوده في دستورنا نقولوا لها بالسلامه. اذا احنا باش نقولوا لكم اليوم اللي الهيئه لا تزال محترمة للقانون، محترمة للمؤسسات، وتتفهم تعثرات تصير في مسار نتاع الشعوب الكل في عملية البناء الديمقراطي. لكن نقول أيضا حاجة،
أنه الانتقال الديمقراطي رهين نجاح العدالة الانتقالية، واللي حاب يجهض العدالة الانتقالية هو في حقيقة الأمر حاب يجهض المسار الديمقراطي برمته. ونقوله أنه أي كان حتى حد ما عنده وصاية على الشعب التونسي اللي أقر دستوره وأقر هذا التمشي لبناء ديمقراطية متاعه، وأقر أيضا أنه هيئة الحقيقة والكرامة هي المؤسسة اللي أوكل لها القانون والدستور مهمة تنفيذ العدالة الانتقالية. وبإذن الله هذه الهيئة اللي تروا فيها ستقوم بأعمالها وستستكمل أعمالها في الأجال القانونية المحددة لها. أنا ما جاوبتهمش، أنا لم يطلب مني الجواب على أي حد. أنا نحترم المؤسسة ورئيس البرلمان قال لي نطلب منك تبقى معنا للآخر، قلت له أنا معناها مستعدة، وشاورت زملائي قالوا لي نقعدوا ميسالش، ولو كانت يعني جلسة أقل ما يقال عليها كانت شوية حماسية، ولم يطلب من الهيئة الجواب على أي سؤال. صارت ساعة انسحاب أول وبالتنسيق مع رئيس الجلسة رئيس البرلمان، نسقت معه قلت له راهو باش انسحب، وقال لي انسحب. والنهار الثاني احنا عايين نحكي الناس الكل ومشيو كلهم يفطروا مشي نفطرنا كيفهم، واغتنمنا من الفرصة باش نجمعوا مجلس الهيئة ونشاوروا على ماذا سنقول في خلال هذه الحصة وكيفاش باش نتفاعلوا، وتشاورنا وحددنا موقفنا ووصلنا أعمالنا. ما فماش ما فما حتى شيء في سلوك الهيئة وأعضاء الهيئة ورئيس الهيئة ينم على عدم احترام المؤسسة. احنا نحترم المؤسسة مؤسسات الكل، ونعتقد اللي هيبة المؤسسة من المؤسسة التشريعية من هيبة جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة اللي احنا موجودين فيها اللي هي هيئة الحقيقة والكرامة، ونعتبر انه استقلالية قرار الهيئة من استقلالية قرار جميع مؤسسات الدولة. وشكرا لكم.